يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله. سلام عليكم. يا باحثا عن حسين عن حسين عن حسين, عن حسين يا سائلا عن حسين عن حسين عن حسين هذا هو الحسين برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة مجموعة حلقات هذا هو الحسين، إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم بعيدا تمام البعد عن منهج المقصره البتريين مراجع النجف وكربلاء الاموات منهم والاحياء انهم في التقصير العقائدي والبتريه العقائديه على حد سواء الحلقه التاسعه بعد العاشره والمئتين يا حسين البرنامج الذهبي انه برنامج القريه الظاهره الامنه وفقا للمنهج اليماني الزبده الذهبيه اعرف امامك وعرف بامامك المعرفه الذهبيه امامك دينك ودينك امامك العباده الذهبيه رابط, رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك, إمامك. البراءة الذهبية. طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء. طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. عنوان جديد الحاضنه الحسينيه وهذا هو الجزء الاول تعريفها وحدودها بعد ان تقدم الكلام في عشرين جزءا تحت عنوان الكذبه الكبرى التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء ومن تفرع عنهم حيث قالوا لنا من ان الامه قد صلح حالها وحسن امرها بعد مقتل الحسين صلوات الله عليه بينما واقع الامر ان الامه قد ضلت وذهبت في ضلالها بعيدا وارتدت ولا زالت مرتده الى يومنا هذا قد سلب الله منها توفيقها بعد مقتل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في الاجزاء العشرين وضعت بين ايديكم تطبيقات من الواقع الشيعي المرجعي فسلطت الضوء على هذا الواقع القذر وقد عرضت ما عرضت بين ايديكم من قذارته ووسخه فاذا كان واقع المرجعيه الشيعيه واقعا فاسدا قذرا الى ابعد الحدود في الجانب المادي وفي الجانب المعنوي في الجانب الديني وفي الجانب الدنيوي لا اريد ان اقف طويلا عند هذه المساله فقد حدثتكم وحدثتكم في عشرين جزءا ووصلنا الى هذه النتيجه من ان الواقع المرجعي الشيعي واقع فاسد بتمام معنى هذه الكلمه واقع فاسد ومفسد ضال ومضل واقع هو مجمع للقبائح والرذائل بكل معاني هذه الكلمات فيكم من لا يقبل هذا الكلام هذا امر راجع اليه أنتم أحرار فيما تعتقدون وأنا حر فيما أعتقد، إذا أين الإصلاح الذي دعا إليه سيد الشهداء وبيّن ذلك في برنامجه ومخططه العاشورائي من انه قد خرج طالبا للاصلاح في امه جده فأين هذا الاصلاح؟ هذا الاصلاح في الحاضنة الحسينية. نذهب إلى فاصل. عن, عن إمامنا الصادق، عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كيف بكم اذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تامروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر فقيل له ويكون ذلك يا رسول الله قال نعم وشر من ذلك كيف بكم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قيل يا رسول الله ويكون ذلك قال نعم وشر من ذلك كيف بكم اذا رايتم المعروف منكرا والمنكر معروفا زيارة الأربعين أتحدث عن النص المروي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وأقرأ عليكم من مفاتيح الجنان إنها زيارة العشرين من شهر صفر زياره الاربعين الحسينيه هكذا نقرا فيما جاء مرويا عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فاعذر في الدعاء الكلام عن سيد الشهداء صلوات الله عليه فاعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهاله وحيره الضلاله والتعبير دقيق جدا فالزياره ما قالت لينقذ عبادك من الجهاله وحيره الضلاله الزياره قالت ليستنقذ عمليه الانقاذ قد تكون لكثيرين وقد تكون سهله اما عمليه الاستنقاذ فانها لن تكون لكثيرين وستكون العمليه صعبه جدا مثلما يقول علماء اللغه فان زياده المباني تدل على زياده المعاني والمراد من زياده المباني انها الحروف التي اذا ما ازدادت في الكلمه فان زيادتها تدل على زياده المعنى هناك انقاذ وهناك استنقاذ استنقاذ حروف قد اضيفت انقاذ تحولت الى استنقاذ فالانقاذ يمكن ان يكون لكثيرين ويمكن ان يكون لقليلين ايضا، اما الاستنقاذ فانه سيكون لقليلين فقط، لان عمليه الاستنقاذ تحتاج الى مقدمات وقد تكون هذه المقدمات معقده وصعبه، اما عمليه الانقاذ حتى لو كانت تحتاج الى مقدمه فان المقدمه ستكون سهله ولذا جاءت الزياره بهذا التعبير ليستنقذ عبادك من الجهاله وحيره الضلاله هذه هي الحاضنه الحسينيه الحاضنه الحسينيه وعاء حسيني اتحدث عن وعاء معنوي مثلما قال امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لكميل وهو يحدثه عن القلوب يا كميل القلوب اوعيه وخيرها أوعاها القلوب أوعية وخيرها أوعاها الحاضنة الحسينية وعاء حسيني معنوي هذا الوعاء تتم فيه عمليه الاستنقاذ الذي تتوفر فيه المواصفات كي يكون قاطنا من قاطني هذا الوعاء هذه الحاضنه فانه سيكون قد استنقذ من الجهالة وحيرة الضلالة. فأعذر في الدعاء الحسين صلوات الله وسلامه عليه فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. هذا المضمون تكرر ايضا ولكن بصيغه مقاربه تكرر في زياره العيدين المراد عيد الفطر وعيد الاضحى زياره للحسين في عيد الفطر وعيد الأضحى وجاء في الزيارة التي أقرأها عليكم من مفاتيح الجنان فأعذر في الدعاء الحسين أعذر في الدعاء ومنح النصيحة وبذل مهجته فيك حتى استنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة بالإجمال المعنى هو هو الذي ذكر في زيارة الأربعين ولكن بالتدقيق هناك فارق بين ما جاء في زيارة الأربعين وما جاء في زيارة العيدين في زياره الاربعين ليستنقذ هذه اللام لام التعليل من الادوات من الحروف الناصبه للفعل المضارع ليستنقذ فالزياره تتحدث عن ان مشروع الحسين هذا هو هدفه ليستنقذ عبادك من الجهاله بينما في زياره العيدين هناك تقرير لعمليه الاستنقاذ حتى استنقذ عبادك من الجهاله وحيره الضلاله ان الاستنقاذ قد وقع عمليه تقرير للاستنقاذ فأعذر فأعذر الحسين في الدعاء ومنح النصيحة وبذل مهجته فيك حتى استنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة لكن في آخر المطاف المعنى والمضمون هو هو فأعود إلى زيارة الأربعين مثلما قلت لكم النص مروي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة إذا هذه هي الحاضنه الحسينيه وعاء حسيني من خلاله بواسطته يستنقذ الذي يستنقذ من الجهاله وحيره الضلاله الجهاله الضلاله هناك جهاله وهناك ضلاله اذا ما ذهبنا الى دعاء زمان الغيبه وهو دعاء مروي عن الناحيه المقدسه وانني اقرا عليكم من مفاتيح الجنان اللهم عرفني نفسك فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فانك ان لم تعرفني رسولك لم اعرف حجتك وجاءت الصيغه بالرساله اللهم عرفني رسولك والخطاب في الايه السابعه والستين بعد البسمله من سوره المائده انها ايه الغدير الخطاب يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته هذا هو التبليغ للحجه اللهم عرفني رسولك فانك ان لم تعرفني رسولك لم اعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فانك ان لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم لا تمتني ميته جاهليه ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني فهذه هي الجهاله وهذه هي الضلاله التي تحدثت عنها زياره الاربعين وهي تعرف لنا الحاضنه الحسينيه وصلنا الى فاصل اذان العشاءين وصلاتهما بحسب مدينه لندن